الزوارق المتنافسة في سباق كليبر تستعد لمغادرة ميناء سياتل لتكمل رحلتها حول العالم. 11 فريقاً قطعوا معظم مسافة الرحلة التي بدأت من ميناء بورتسموث في بريطانيا شهر سبتمبر العام الماضي، وستتوجه بعد مغادرتها ميناء سياتل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ثم تعود لبورتسموث مرة أخرى. الهدف إشباع روح المغامرة إلى جانب جمع التبرعات لصالح الأطفال تحت إشراف منظمة اليونيسف. في كل ميناء نقوم ببعض الأنشطة لجمع التبرعات لصالح يونيسف، وعلى سبيل المثال نظم طاقم الزورق الخاص بنا جولة بالدراجات في المدينة واستطعنا جمع مبلغ لا بأس به. إجمالي المسافة التي يقطعها المتسابقون 40,000 ميل بحري، والمرحلة الأصعب هي التي أنجزها البحارة للتو عبر المحيط الهادئ، حيث استغرقت أكثر من 25 يوماً. نبحر بهذا القارب إلى أكبر البحار في العالم، وهذا أمر مذهل. فالقارب يبدو كبيراً لكنه في وسط المحيط يكون صغيراً جداً، والأمر الصعب أنه لا يمكن التحكم في الطقس، فنواجه رياحاً عاتية وأمواجاً مرتفعة أحياناً، وفي أوقات أخرى لا يكون هناك أي رياح حتى لتحريك القارب. لكن الشعور الرائع نحصل عليه أيضاً في الأوقات الصعبة حينما يتعاون المشاركون في السباق لمساعدة بعضهم بعضاً كفريق واحد. السباق ينطلق مرة كل عامين، وقد أسسه البريطاني روبن جونسون في أواخر 60s القرن الماضي ليثبت لهواة ركوب البحار أن أي شخص بإمكانه أن يحظى بفرصة الاستمتاع بهذه الرحلة بغض النظر عن خبرته في الإبحار. نفعل كل أنشطة حياتنا العادية على متن الزورق، وهذا يمثل تحديا كبيرا في الأسفل مثل إعداد الطعام ودخول الحمام، لكن في الأعلى المهام ممتعة، وخصوصا نصب الأشرعة وتولي قيادة الدفة. في كل مرحلة يحصل كل فريق على عدد من النقاط، والفائز بالكأس في نهاية السباق هو الفريق صاحب أعلى معدل تراكمي. تجربة خوض غمار أعالي البحار صعبة وشاقة، لكن المشاركين في هذا السباق يقولون إن فيها من المتعة ما يستحق المغامرة. علي جمال الدين، الحرة، من ميناء مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.